أحيا ملتقى الطالب الجامعي والملتقى الأكاديمي ذكرى ثانية لاستشهاد البروفيسور الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف الدين الذي اغتالته أيادي الإجرام والغدر والخيانة. اغتياله كان ضمن محاولات يائسة لإجهاض مستقبل اليمن، واستهدافا للعقل السياسي المتزن. عاش محاربا للفقر ومناصرا للحق والعدالة، هكذا يوصف البروفيسور أحمد شرف الدين في ذكرى تأبينه. للعام الثاني تواليا، وملتقى الطالب الجامعي والملتقى الأكاديمي يحييان ذكرى استشهاد أستاذ القانون العام في كلية الشريعة والقانون الدكتور أحمد شرف الدين التي تصادف 1 من يناير. استهداف الدكتور أحمد شرف الدين هو استهداف للوطن بشكل عام، استهداف للشعب اليمني، لأنه عندما يستهدف مثل هؤلاء الرموز الوطنيين الذين يدافعون عن الوطن ويحلمون بحلم الدولة المدنية وبدولة يسود فيها القانون وتطبيق العدالة على الجميع، يظن الأعداء أنهم يستهدفون اليمن بشكل عام. الشهيد أحمد شرف الدين يعد أحد أبرز منارات العلم التي يهتدي بها رجال القانون والقضاء، وفيلسوفا من منظري الدولة المدنية، ورجل الإجماع والتوافق، وحكم الحوار الوطني، هكذا يصفه أصدقاؤه ومحبوه. تحية لروحه الحاضرة بيننا اليوم أكثر من أي وقت مضى، عهدا له بأن نمضي على سبيله وألا نخشى الموت ولا نخشى اغتيالات العدوان. أردت أن أقول أنه بدأ منذ أن اغتيل الدكتور أحمد شرف الدين، الدكتور محمد عبد الملك، الدكتور عبد الكريم جدبان. سياسيون ومراقبون اعتبروا ذكرى رحيل البروفيسور أحمد الذي اغتيل برصاص الغدر من قبل أعداء المدنية خسارة وطنية فادحة واستهدافا يائسا لليمن الحر، يمن إرادة الشعب وحكم المؤسسات وسيادة القانون والمواطنة المتساوية. هؤلاء الذين خططوا ومولوا اغتيال هذه الشخصيات الكبيرة العظيمة لا شك بأنهم نادمون، لأنهم شردوا من اليمن وحرمت اليمن عليهم. أعتقد جازما بأنهم يعضون أصابعهم من الندم، لأن غياب هذه الشخصيات العظيمة أفقد اليمن جزء كبير من قدرتها على التفكير. رحيله خسارة لليمن وجميع قواه المؤمنة بالعمل السياسي السلمي، فالجميع يحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى، وجميعهم يأملون أن يخلف الله من زملائه وتلاميذه عوضا على اليمن. سامي الحجري، اليمن اليوم. في النشرة بعد الفاصل.